أول سؤال، شكون مهدي عبد المولى؟ والله ما نحبش نتكلم برشا على روحي. مهدي عبد المولى، أنا عمري 55 سنة، عندي زوج صغيرات، زوج سوسيوس، ونخدم في قطاع النسيج والملابس. أما جارح، مهبول، حب، سي اس اس، دمي، كل شيء مهبول تاع سي اس اس وصفاقس. هذا هو سي مهدي، أنت جيتني نقطة مهمة اللي هي النادي صفاقس، اللي بتاتر برشا ما عندهمش المعلومة، وكاني غلط صلح لي، أنه أنت تاريخيا من سنة 1985 انطلقت في العمل صلبة الهيئة المديرة للنادي الرياضي صفاقس، هكا ولا لا؟ والله شوف، هذاك عام 85 وقت اللي الجامعة بدلت القانون بتاع الاستشار، ولاو الجمعيات الرياضية عندهم الحق باش يحطوا سبونسور على المليون. أنا وقت عمري 16 سنة استخبرت في صفاقس، دبرت نمرو سي عبد العزيز بن عبد الله، وقتها هو رئيس النادي الصفاقسي، كلمته بالتليفون قلت له لقيت سبونسور سي اس اس ولا لا؟ قال لي لا. قال لي أنت شكون؟ قلت له أنا فلان وفلان وفلان. أي باهي. قال لي نعرفك. قلت له شوف، أنا ماذا بيا؟ قلت له احنا العائلة عندنا العلامة التجارية بتاع الملابس مبروك، وماذا بيا تقول مبروك هي أول سبونسور للسي اس اس. قلت له واش باش نعمل؟ أنا باش نخدم بابا مشيرتي، وأنت يا طول عطيك نمرو اخدموا مشيرتك، خاطر هو الحوايج هذا ماهمش ما يعرفهمش بالكدا. مشينا هكاك جمعتين بعض، صحنا كونتراتو.